صباح الفل ومعايا عدوين ياسمين، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عاملين حاجه خفيفه كده لطيفه كالعاده، كل مره اقول لكم على لطيفه وخفيفه. عامله النهارده جمبري مقلي بالطريقه الايطالي، ان شاء الله هيعجبكم جدا. طبعا كل ما الجمبري يبقى كبير في التحمير بيبقى احلى، ان الواحد ياخد له جمبريه كده يقعد ياكل فيها دقيقه يقعد يمزمز اسمها. فانا جايبه جمبري زي ما انتم شايفين، شايفه حاجات سهله ما فيهاش اي اختراعات. عندي جمبري، عندي دقيق، عندي زيت زيتون، عندي بيضه، ليمون، ميه دافيه دي مهمه جدا. عندي ده ورق المرمريه، شايفينها وهي فريش بتبقى عامله ازاي. المرمريه دي بتتعمل يا جماعه مع اي لحمه ابيض، يعني لو مثلا هنعمل فراخ بس مع شويه زيت زيتون ونحط معاها مرمريه بتبقى تجنن. لو عملنا سمك مع مرمريه رهيب. اللحم البتلو الابيض، يعني اللحم البينك مش الاحمر، الاحمر بيطلع طعمه حلو قوي. فده برضو هنحمره، هنحمر برضو الليمون، كله هيتحمر النهارده. الفكره سهله جدا، بير وذ مي او خليكوا بقى معايا. عايزين بولتين، هجيب البوله الاولانيه دي بتاعت الدقيق. عندكم الحاجات نازله بالظبط بالمقادير، كوبايه دقيق، هنزل بشويه زيت زيتون كده، زيت زيتون مع دقيق. بعد ما ننزل زيت الزيتون مع دقيق هحط شويه زيت زيتون كمان. الملح بقى والفلفل والحاجات دي بتتحط كلها بعدين، مش في الباتر او مش في ال. ودلوقتي ننزل شويه شويه بقى بالميه لغايه لما تبقى عجينه كده لطيفة. لو احنا مش عايزين ده يجري كده نعمل ايه؟ نقوم جاريين على طول، جايبين فوطة طبقينها كده مظبوط ونحطها تحتيها. بالحالة دي ما تجريش مننا واحنا بنعمل. هناخد المية تاني، ننزل شوية مية دافية. مع التقليب المستمر. لغاية بصوا هيبقى عامل زي بيست كده، هوريكم هتبقى عاملة ازاي. احساس هيبقى عامل زي ايه حالا. عندي طبعا الزيت على النار، دي حاجة مهمة جدا. شوية مية كمان. بانكيك باتر، زي الباتر او عجينة البانكيك، شايفين السمك بتاعه بيبقى عامل ازاي. هاجي هنا بقى بالبيضة، بياض بيضة، مش هنستعمل البيضة كلها. انا كل اللي عايزاه البياض، هحط شوية البياض دول هنا كده. وده الصفار مش هنرميه، نخليه هنا نعمل بيه حاجة تانية بعدين. نغسل الايادي. شوكه، مش لازم يعني البتاعه دي بضايه، يعني مش هنعرف هنفضل بقى نضربها لغايه لما تبقى عامله زي المران كده. اهم حاجه لازم نعملها لما نعمل الحركه دي يبقى البوله بتاعتنا نظيفه جدا، ما فيهاش اي اثار من زيت ولا اي حاجه. عايزينها تبيض كده وتعلى.
واول يا جماعه ما البياض بتاعنا يوصل للسمك ده نبتدي بقى نحطه على الباتر بتاعنا او العجينه بتاعتنا اللي احنا عملناها ودخلوها عشان هنستعمله تاني. هتشوفوا هنستعمله ليه. ونبتدي نحط البياض ده جوه العجينه بالمنظر ده بحيث ان كله يمتزج مع بعضه. عندي هنا الليمونيه. ليه بقى ليمون؟ انا قلت لكم احنا متعرفين طبعا وقلنا قبل كده 50 مره لما نيجي نقلي حاجه لو حطينا ليمونه ريحه الزيت مش هتقلب البيت، هتلاقوا ريحه التحمير حلوه ما فيهاش مشاكل. احنا هنعملها بالطريقه دي. حلو قوي كده. دول هنجيلهم تاني. بصوا بقى نجيب معلقه، انا عندي زيت خلاص اهو مستنيني، حط هنا معلقتين تلاتة كده من ال تعالوا لي هنا. نجيب ده كده هنا، ناخد لنا ليمونية كده هحطها هنا قبل ما انزل اي حاجة عشان اشوف لو الزيت عندي جاهز ولا لسه. طبعا جاهز ومستنيني جدا جدا جدا. ننزل بقى. ودي اكتر حاجه بتتاكل في الريستورانات في ايطاليا وبتبقى جميله، الفريتو ميستو ده ما تعرفوش بيعملوه ازاي، وبيعملوا بقى بالطريقه دي بقى الكوسه البتنجان بكله زي التمبورا بقى بتاعتهم. واهم حاجه ما نرميهاش، نتاكد ان هي اخذت اللون من كل الكود بتاعها من الباتر من كل حته. وننزل كده بسلاسه وخلاص. عايزه اوريكم لونها بيبقى عامل ازاي. شايفين اللون؟ واحنا متفقين ان الحاجات دي ما بتاخدش وقت خالص ولا غلبه في التحمير. يا سلام. مش عايزين نخلي الطاسه تبقى زحمه، اهم حاجه ان احنا نحط ثلاثه في ثلاثه، مش عايزين اكتر من كده او اسرع من كده. ونبتدي نطلع. هنعمل نفس الحكايه اللي عملناها في الليمون اهو، ليموننا وهو جمبرينا. عايزه اوريكم ازاي انا هكمل التحمير طبعا مش معاكم يعني، بس عايزه اوريكم ازاي نحمر كمان البقدونس. انا هحمر كمان بقدونس وحمر كمان ورق السالفيا ده، ورق المرمريه نفس الحكايه. هحط ورق المرمريه كده، ولما بيتاكل بيبقى احلى كراكر، من اكتر الحاجات اللي ممكن تاكلوها وتعجبكم جدا وهي محمره اهو. ونشيل دول كده. فقلت لكم بتنجان نعمله كده، كوسه نعملها كده، فلفل رومي نعمله كده، كل الخضارات اللي عندنا تقدر تتعمل بنفس الحكايه. فراخ، صدور فراخ برضو ممكن تتعمل بنفس الاسلوب. هعمل دلوقتي كمان بقدونس بنفس الاسلوب اهو. بقدونسيات كمان، وناكل حاجات مقرمشه مختلفه وخلاص. فانا هطلع فاصل اقرمش بقيه التقرمشات دي وارجع لكم نكمل بقيه الحلقه بتاعتنا السهله اللذيذه المختلفه. اشوفكم بعد الفاصل. بيكم معايا مره تانية بعد ما حمرنا الجمبري وورق المرمريه والبقدونس والليمون اهو، رجعنا لكم بالحاجات متحمره وحلوه. كل اللي هعمله بس انا هحط لهم شويه فلفل اسود مجروش على الوش على شويه ملح بسيط، وبعدين نبتدي نقرمش. شوفوا بقى اسمعوا القرمشه، سامعينها؟ رهيبه. ده المرمريه طعمها يجنن. طيب ايه اللي هنعمله بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل شويه تين، ويا حبذا لو تين مش حلو. عارفين التين لما بيبقى اسود كده هو وتعبان ولسه ما استواش، التين ده هو ده التين بالظبط اللي احنا عايزين نعمله. لما التين بتاعنا الحلو ده هو
بيني وبينكم مستخسره، بس دي ناشفه شويه، ده كله تين ناشف مش مسكر، فالاكله دي تنفع له قوي. اللي هنعمله حاجه سهله برضو لما يجونا ناس بسرعه، كل حاجاتنا بنفس الاسلوب. عندي كريمه لباني، وعندي عسل، وعندي فستق زي ما انتم شايفين، مع التين. نحط الكسروله بتاعتنا هنا معاها شويه كريمه لباني حلوه كده برضو. هضطر اعمل كده، هستناها بس لغايه لما تدفى وتبتدي تغلي او تسخن، اقوم على طول نازله بمعلقتين ثلاثه من العسل ده، وايه يدوبوا مع بعض. بين هذه الفتره بقى اقوم انا جايبه طبق التقديم بتاعي اهو، ونجيب سكينه كده حلوه صغنبوطه، ونبتدي نقطع الجمبري. الجمبري انا خلاص الجمبري عمل في معايا حاجه، التين البرشومي بتاعنا بالاسلوب ده، نعمله زي ايه ورده كده. حلو كلام. لا دي انا قطعتها قوي، ما بحبش شكلها، استنى انا هعملها لكم. حلو، اول حاجه نقطع كده الحته دي عشان دي تقدر تقف لنا، ولما نقطع ما نقطعش للاخر، حته صغيره. اهم حاجه تعملوا لها باز، تبقى واقفه عليه، يعني بكده البتاعه دي مش هتقف، فلازم نشيل الحته اللي تحت دي علشان تقف لنا مستريحه. نجيب العسل، معلقتين عسل هما يدوبك على كوبايه الكريمه دي، ونقلب قلب قلب. فهي فكره تانية مختلفه برضو، وبموت انا في السويتس او الحاجات الحلوه اللي لما بنعملها نعملها من الفاكهه، يعني نستعمل الفاكهه ان هي تبقى الحلويات بتاعتنا. طبعا هي في فاكهتنا في مصر لا يعلى عليها، من مجنجتنا حتى تن البرشومي في الساحل طبعا، اسكندريه. هي التين دايما بيبقى احلى في من الصحراء، يعني طبعا احنا عارفين ان التين صحراوي. كده نجيب الكريمه بتاعتنا، ونقوم نازلين كده على كل تينية من دول. بس هعمل شويه تانيين كده، وبعدين نيجي ونيجي بقى بشوية فستق يا ولد، ون بالاسلوب ده. الصوص ده اللي هو الكريم ده حاجة غير طبيعية في جمالها، فأنا هزود شوية كريم كمان اهو كده. وشفتوا بقى التعب اللي أنا تعبته عشان أحضر الحاجة الحلوة دي؟ مش ممكن، مش ممكن يا جماعة التعب. خلاص كده خلصنا الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة، اللي هي كانت عبارة عن إيه؟ عن التمبورا الإيطالي. طبعا التمبورا ده الطريقة اللي بيحمروا بيها في اليابان، وبيحطوا تلجاية وبتاع. احنا عملنا كذا حلقة قبل كده، عملنا فيها حاجات تمبورا بالخضار وبرضه بالجمبري، بس المرة دي عملته لكم بالطريقة الإيطالي اللي هو الفريتو ميستو، كل السمك بساريا، سمك بتاعنا ده اللي احنا بنحبه اسمه إيه؟ طبعا اكتر حاجه بتمشي برضو حلو قوي مع الحاجات دي، نحط لنا ايه حته نعناعيه هنا كده مثلا. بحكي لكم تاني على الجمبري. سمك ابيض، اي سمك ابيض، قشر بياض وقار تقطعوه صغير بدون اي سيزنينج ولا اي حاجه بالاسلوب ده، وتاكلوه هكذا بالف هنا وشفا، مع التين اللي ما خدش مننا ثواني، التين اللي مش حلو زي ما اتفقنا. نستعمل التين الناشف ونعمله مع شويه كريمه وعسل على النار، نحطهم بشويه فستق ايسيتو. تقعدوا بألف هنا وعافية، وأشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله من بلادنا.